جدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في القاهرة أبيجان، وجي معادنا مع وقفة تحليل سريعة مع أحمد رضوان. أحمد أهلا وسهلا بيك، تحياتي. أهلا بيك مساء الفل. أهلا بيك يا إبراهيم، إزيك؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. قول لي هتبيع لنا إيه؟ والله كل حاجة هتتباع النهاردة حاجات تضايق، مفيش، يمكن مفيش حاجة إيجابية النهاردة خالص. بس عشان أبدأ بعنوان كده، يعني منتخب مصر أصبح منتخب رد فعل، يعني قصة الجيل بتاع كابتن حسن شحاتة والقصة دي محتاجين ننساها خالص بقى ونرجع على أرض الواقع. احنا بقالنا 6 سنين مش بس مع المدير الفني الحالي، بقالنا 3 مديرين فنيين قبل كده، احنا منتخب رد فعل. عشان ندخل جوه التفاصيل بس محتاجين نبقى فاهمين المدير الفني اللي واقف على الخط ده وبيفكر ازاي وبيفكر بايه، ازاي بيختار العناصر اللي احنا كجمهور بنعترض عليها، ازاي بيختار طريقة اللعب والاسلوب اللي العناصر دي بتستخدمها بناء على ايه. 3 حاجات مهمين جدا جدا المدير الفني بيبص عليهم قبل ما ياخد القرار، هبدأ بمين وهيعمل ايه. الحاجة الاولى هي فرقتي والعناصر اللي معايا وامكانياتهم اللي انا حافظها جدا. الجزء الثاني المعلومات اللي جايه له عن الخصم، انا بلعب المغرب ولا بلعب جيبوتي، تفرق كتير. وقبل ما ادخل على الحاجه الثالثه اللي كلنا بنغفل عنها ودي اهم نقطه هتكلم فيها، عايز اقول الحاجتين الاولى دول، الاولى والثانيه دول، الفكره فيهم بترجع لنقطه واحده مهمه جدا. النقطه دي بتقول ايه؟ ان في الكوره فيها 5 مراحل لعب، ما فيهاش فتي اكتر من كده. بالبلدي 5 مراحل لعب. مرحله اولى مش فارق معايا دلوقتي، مرحله الكوره الثابته والقصه دي مش فارقه معايا خالص. 4 مراحل لعب، الكوره معايا الكوره مش معايا، بعمل تحولات ازاي هجوميه لما بقطع الكوره، بعمل تحولات ازاي دفاعيه لما الكوره بتتقطع مني. عندنا كم منهم دول؟ الاربعه دول احنا ما عندناش حاجه منهم، مش عارفين نكتمل في حاجه منهم. بالظبط كده، تمام كده. يعني لما كنت بقول ما فيش منه ده فعلا ما كانش فيه، مش موجود، ما كانش فيه. ماشي، فبسال نفسي سؤال بسيط جدا كفيتوريا. انا دلوقتي نازل لاعب غانا، نازل لاعب موزمبيق، انا هقعد وقت قد ايه؟ ايه اكتر مرحله فيهم هقعد فيها وقت؟ ماشي، هل انا همسك الكوره؟ هل انا هسيب الكوره؟ هل انا هعمل تحولات؟ هل انا هعمل تحولات؟ الاجابه على السؤال ده في الماتشين اللي فاتوا ان انا همسك الكوره، والارقام بتقول كده. هتبص على الاستحواذ بتاع الماتش الاولاني 58%، استحواذ بتاع الماتش الثاني 62%. ماشي، فانت ماسك كوره وده التوقع اللي احنا مستنيينه. فانت هتبيلد اب بقى، خلاص بقى. انا معايا الكوره بقى، انا محتاج ابدا اشوف الكوره معايا بقى هعمل ايه بقى في المراحل. ماشي، دي حلو. طب انت بتلعب موزمبيق وغانا، موزمبيق وغانا هيعملوا ايه؟ متوقع يعملوا ايه؟ يقابلوا من عند نص الملعب. عملوا ايه؟ قابلوا من عند نص الملعب. كلنا معترضين بقى ان احنا واقفين عند نص الملعب ومش قادرين نروح على ال 18 الا لما بنخسر. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في فقره كنت بتشتكي دلوقتي، احنا المنتخب بيعمل ايه؟ المنتخب بيستنى يخسر وبعدين يبدا تشوف رده الفعل دي. بالظبط، تمام. فاحنا توقعنا خلاص ان احنا نمسك كوره وهنعمل القصه دي كلها. الكوره بتيجي عند محمد النني، وهنا انا مش بتكلم على النني كلاعب، انا بتكلم على دور النني اللي موجود في الملعب. وطالما دور النني احنا كلنا معترضين على الدور اللي هو بيقدمه مش كلاعب، المركز نفسه وواجبات المركز نفسها، فده معناه ان احنا شايفين حاجه. لو المدير الفني شايف زينا، يا كان هيسحب النني يا كان هيغير دوره. ماشي، بس ده معناه ان المدير الفني ايه؟ مش شايف اللي احنا شايف ان الدنيا دي تمام جدا، وهو مبسوط جدا باللي بيتقدم. دي الحاجه اللي تضايق، ده اللي يعصب، مش يضايق، ده اللي يجنن قدام التلفزيون. انت قاعد مشاهد، قاعد تتفرج، عايز المنتخب بيحس باللي احنا حاسين بيه. ايه بقى ايه اللي كان موجود من الحالات دلوقتي؟ احنا عندنا النني، عندنا حالات النني، هنبدا نبص على حالات النني، وانا بتكلم على مركز النني. عند منتخب مصر للاسف، للاسف بحجم المنتخب ده عنده حاجتين بس بيوصل بيهم للتلت الاخير. ماشي، الحاجه الاولى متعلقه بمحمد صلاح، للاسف محمد صلاح لو مش موجود مش هتعرف تعملها. الحاجه الثانيه متعلقه بالباك ليفت اللي كلنا بنسال هو فين فتوح. ماشي، يعني فين فتوح؟ وده سؤال هنرجع له. تعال نبص على النني هنا، النني دوره بيعمل ايه؟ عشان في ده سؤال الناس كلها بتساله. النني هنا مبدئيا موجود في نص الملعب، الكوره هنا امام مش عارف يطلع بالكوره. ماشي، الصوره اللي بعديها نبدا يمشي بالصوره كده، النني رجع في النص. ليه رجع في النص؟ لان احنا للاسف منتخب مش قادر يطلع بالاثنين مساكين قدام منتخب واقف في نص ملعبه. ماشي، النني بقى واقف في نص الملعب، اتفرج على النني هيعمل ايه. بيلعب الطويل على حمدي. الكوره دي الحاله اللي بعديها. الكوره دي هي كوره منتخب مصر بيلعبها بقاله كتير جدا على فتوح، وكان ناجحين فيها جدا. الكوره اللي بعديها النني هنا بيرجع، لازم ينزل هنا. لما بينزل هنا بيحصل ايه؟ الحاله الثانيه اللي بنتكلم فيها، لقى حاله محمد صلاح في وجوده في المكان ده. بص الخطوه اللي بعديها، حجازي هيعمل ايه؟ محمد صلاح نزل فاضي لان النني سحب جوردن ايو اللعيب ده. ماشي، صلاح استلم الكوره، تصرف خاطئ من صلاح ومصطفى ادى ان الكوره راحت، الكرة الطويلة لغاية هناك. منتخب مصر بيعجز على الخروج بالكورة، وبيستخدم محمد النني كلاعب تالت عشان يطلع بالكورة. حلو؟ حلو. طب دلوقتي محمد صلاح خرج، خلاص دي حالات بقى النني هتفضل تبص نفس الكورة، حجازي بيلعب الطويل على هناك، الكورة وهي بتتلعب هناك بتتقطع، نفس النني هنا. قاعدين عاجزين عن الخروج بالكورة. ماشي، محمد صلاح النهاردة لما اتصاب ايه اللي حصل؟
بقى حل من الحلول انتهى. ماشي. النهارده محمد حمدي بقى هندخل على الحالات اللي بعد كده، بص على حالات محمد حمدي هتلاقي محمد حمدي جاله ثلاث كروسات يعمله. ماشي. تمام كده؟ كروس الاولاني محمد حمدي رايح يرفع كروس، ساب الناس دي كلها ولعبها على البعيد. ماشي. كروس الكره اللي بعديها محمد حمدي جات له الكره هنا شاطها في اللعيب رجعت لورا. الحاله الثالثه محمد حمدي جات له الكره هنا لعبها بره ال 18 هناك لمصطفى فتحي. ده محمد حمدي الباك ليفت اللي انت معتمد ان هو يروح يعمل الكروسات دي. طب السؤال هنا عشان انا بحب، انا لا عارف اخرج بالكوره ولا انا عارف اعمل كروس، مش عارف اعمل اي حاجه. عطلان قدام غانا. امال لما هقابل بقى المنتخبات بقى اللي هتبدا تحط عليا بقى ضغوطات عند ال 18 وكده. السؤال هنا اللي ناس كتير قبل ما ندخل في فقره الجون بتاعنا اللي برضه اتحزن جدا الجونين بتوعنا انه جايين بشكل هنشرحه دلوقتي، عشوائيه بيه ملعوبه على التوقع من من خطا دفاعي ما فيهوش جمله ملعوبه، دي لعيبه جدعانه لعيبه جدعانه لعيبه مش حاجه ثانيه يا باشا غير كده. احنا مش هنهجس على بعض يعني ولا نضحك على المشاهد يعني. قبل ما ندخل على الجزئيه دي عايز اسال سؤال بقى، لان برضو انا بفترض ان فتوح مش جاهز قوي انه يبقى بيلعب. ماشي. هو مبدئيا لو هنرجع لفكره ان فتوح كلاعب ما بيلعبش بشكل اساسي في النادي بقاله فتره، فاحمد حجازي ما بيلعبش بشكل اساسي بقاله فتره، ومحمد النني ما بيلعبش بشكل اساسي بقاله فتره. لو بصيت على العالم كله هتلاقي فيه لعيبه بتنتقل من انديه كبيره لانديه صغيره قبل البطولات اللي زي دي عشان تلعب. صح. تتاخد. صح. فالنهارده انا مش عايز ارمي اللوم على لعيب واشيله المسؤوليه، ولكن النهارده انت ما بتلعبش فتوح لعيب هيديك اضافه قدام مهمه جدا جدا. بس لو هو عشان ما بيلعبش، طب ما النني ما بيلعبش وحجازي ما بيلعبش. ماشي. تمام. فدي الجزئيه المتعرفه. نبص على الاجوان الاخر حالتين يعني. تلاقي الاجوان كلها جايه بقى من ايه؟ من للاسف بتلعب غانا، بس انت اللي بتلعب على الحالات الارتداد الدفاعي يعني. انت الكره بتقطع منك هنا تريزيجيه، الكره اللي بعديها اتقطعت من تريزيجيه. حلو. جري فضل يجري وراها، فضغط من تريزيجيه. قلب. بس دي رجوله لواحد نازل عنده نفس بس. مرموش توقع لانه فاهم. تمام. الكره اللي بعديها تريزيجيه برده اتقطعت منه، هتلاقي الكره اتقطعت من تريزيجيه ما يسكتش، يروح داخل ورا اللعيب يدخل لغايه هنا. مصطفى بيقوم. مصطفى كان مضروب هنا، كان مضروب وواقع. برافو عليك. قام ومش عارف ودخل ال 18 لان مفيش مجال انك تضيع دقيقه في الوقت ده. صح. كل الحاجات دي حاجات طلعت من اللعيبه بمجرد ما محمد صلاح اختفى. بص حته دين لعيب راجل. راجل. حته لعيب راجل اقسم بالله، ذكر من اكتر اللعيبه اللي داخله دماغي ومن اكتر اللعيبه اللي مش واخده حقها. ده حقيقي. كلنا بنتكلم على مرموش لانه لعيب مميز، كلنا بنتكلم على صلاح لانه طبيعي، كلنا بنتكلم على امام. بص المسافه هنا عامله ازاي. بص اول لما يقرب، بص رجليه هتخطف الكوره. صح. خلاص. فده بالنسبه ان المنتخب المصري بقى بيلعب هو اكنه هو المنتخب الضعيف، وده بقى بيظهر بشكل كتير جدا. بص بقى اللي بيثبت قد ايه المنتخب بقى. نرجع بقى النقطة، عايز ارجع لنقطة مهمة قوي، هي النقطة الثالثة. ايه النقطة الثالثة اللي احنا بنغفل عنها؟ هي النقطة المتعلقة بالنتيجة. النتيجة هي عامل مهم جدا جدا في تغيير افكار المدير الفني ده وده. صح. يعني انا بلعب الماتش وهو 0-0 مختلف تماما عن انا بلعب الماتش 1-0. فانت بتلعب الماتش مرتاح جدا طول ال 45 دقيقة الاولانيين او ال 44 دقيقة الاولانيين، قاعد بتلعب بتمشي كورة تمام مفيش مشكلة. محمد صلاح طلع من الملعب دخل فيه الجول، كنت انت مبسوط قوي بال 0-0، ما كانش عندك فيها مشكله. مجرد ما بقت 1-0، بص اول ثواني في الشوط امام عاشور هيعمل ايه؟ ده امام عاشور. امام عاشور ما راحش عند الجول ولا مره. امام عاشور طلع، امام عاشور راح ضغط. ده التصرف، لانه خلاص انت بقيت انت اللي محتاجهم بقى. صح. انت اللي عايز تبدا تبادر انك تروح تجيب الكره من هناك. ما كانش ليه ده من الاول، هو ده السؤال من الاول. بس هنكسب كاب فيردي ولا هنكسب كاب فيردي؟ على حسب كاب فيردي نازله عايزه تلعب الماتش ده، عايزه تكسبه وتكمل على اللي هم بيبنوه، ولا هينزل يريح وينزل بالفريق يعني. حاجه برضو احتمال، في احتمال وحشه، احتمال كاب فيردي ينزل بالفريق وحشة الاحتياطي عشان هو مش فارق معاه، هو كده خلص اول مجموعته خلاص. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا. مستنينك في مراجعه ليله الامتحان يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شاء الله. جاهز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. حوار فني ساخن ممتع ومهم جدا مع كابتن مصر ونجم مصر كابتن أيمن يونس، فخليكم معانا في هذا الحوار.